رئيس مجلس نواب الشعب يعلن عن تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة في شهر أكتوبر القادم. سفاريكوم تعلن عن بدء عمليات تشغيل الاتصالات عام 2022. أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في نشرة الأخبار، أقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي من أديس أبابا. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة في الرابع من أكتوبر 2020. وقال رئيس البرلمان الإثيوبي السيد تاجس جافو في مؤتمر صحفي يوم أمس بأن تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة التي سيشكلها الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي سيكون في الرابع من أكتوبر القادم. وأشار تاجس جافو إلى أن مجموعة واسعة من أنشطة الإصلاح قد تم الاطلاع بها لتعزيز سلطة البرلمان في أن يصبح ممثلا قويا للشعب والتصدي للتحديات في جميع المجالات. كما أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفاؤله القوي بأن إثيوبيا في وضع يمكنها من التغلب على التحديات التي تواجهها وتحقيق أهدافها الإنمائية من خلال المشاركة العامة. ارتفع عدد النازحين من المناطق المتعرضة لهجوم مسلحي جبهة تحرير تيغراي إلى أكثر من نصف مليون شخص، بينما يعاني أكثر من 4 ملايين نسمة من ظروف معيشية صعبة تحت وطأة سيطرة الميليشيات على المدن والقرى في إقليم الأمهرة شمالي البلاد. وناقش رئيس إقليم الأمهرة السيد غنيو تشاغر الوضع الإنساني الراهن في الإقليم مع مدير فرع برنامج رعاية الأطفال التابع للأمم المتحدة في إثيوبيا السيد عادل خضر. وأكد تشاغر بأن الميليشيات الإرهابية قامت بتدمير البنى التحتية والقيام بأعمال تخريبية للمؤسسات ومرافق الخدمة الأساسية كالمستشفيات والمدارس، إضافة إلى ممارسة أعمال عنف وحشية ضد سكان المناطق. وأشار مدير مكتب اليونيسف في إثيوبيا إلى وجود نقص حاد في الغذاء مما تسبب في مواجهة الأطفال لمشاكل صحية خطيرة، وأكد على أن منظمته ستعمل على إيجاد الحلول وتوفير المساعدات اللازمة لإنقاذ السكان المتضررين في مختلف المناطق المنكوبة بالبلاد. عقدت اللجنة الوزارية لمركز تنسيق الطوارئ اجتماعا أسبوعيا دوريا بحضور رئيسة اللجنة الوزارية وزيرة السلام السيدة مفرحات كامل. وناقش الاجتماع المساعدات الإنسانية في إقليم العفر والأمهرة والأداء التفصيلي للقطاع المعني والاهتمام الخاص بالمناطق ذات الاحتياجات الخاصة ونقاط القوة والضعف في العملية وإطلاق خطة إعادة التأهيل وغيرها من القضايا ذات الصلة. وأشار في الاجتماع إلى أن نشر فرق من الخبراء من المكاتب الفيدرالية والإقليمية في إقليم العفر والأمهرة تسهل عمليات الطوارئ. ووجهت وزيرة السلام السيدة مفرحات توجيهات في الاجتماع. أجرى الصحفي جيف بيرس مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، قال فيها إن العالم لا يدرك حقيقة الجرائم المروعة التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ضد المدنيين وخاصة في منطقة ماي خضرة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الرحيم محمود. أوضح الكاتب والصحفي جيف بيرس أن العالم لا يدرك حقيقة الجرائم المروعة التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ضد المدنيين
وخاصة في منطقة مايكادرا. والسبب الرئيسي لسكوت العالم هو المعلومات المضللة التي تقوم بنشرها بعض الجهات ووسائل الإعلام قبل التأكد من مصداقيتها، رغم أن الواقع على الأرض يخالف ما تقوم به هذه الجهات التي لا تريد الخير للبلد. وكان الكاتب والصحفي جيف بيرس يزور إثيوبيا مرارا ويسافر إلى أجزاء مختلفة من دول شرق إفريقيا ويشاهد ما يحدث بالضبط في البلاد. وأوضح الكاتب والصحفي جيف بيرس في مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة الإثيوبية أن العالم لم يفهم الجرائم التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في منطقة مايكادرا. ذهبت إلى منطقة مايكادرا ووثقت الجرائم المروعة التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على المدنيين، ورأيت أشخاصا قطعت أجسادهم بالسكاكين، وسمعت من السكان أن هناك أب قتل وهو يدافع عن ابنه، وأن هناك من حرق بالنار وهو حي، وزرت المقابر الجماعية. وعلى العالم أن يفهم حقيقة ما جرى في مايكادرا من الجرائم المروعة. وذكر الكاتب والصحفي أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي طلبت منه أن يكتب من الجرائم الحربية في إقليم تيغراي وأنه رفض ذلك. The TPLF made this personal. I knew nothing about what was going on. If I don't know something, I don't know it. تعتقد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أن القضية تخصها فقط، وطلبت مني أن أكتب من الجرائم الحربية في إقليم تيغراي، وقلت لهم أنا لا أكتب عن شيء لا أعرف حقيقته. وبعد دراستي عما قامت به الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ضد قوات الدفاع الوطني، فهمت أن هذه الجبهة هي الجبهة الإرهابية. وأوضح الكاتب والصحفي جيف بيرس أنه ينبغي أن تقوم الوسائل الإعلامية بنقل المعلومات الحقيقية للعالم. The media wants the story. وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الحقائق الموجودة على الأرض. وفي الوقت الحالي ظهر أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جبهة إرهابية لأنها قامت بإبادة جماعية. وأما ما أعلنته مسؤولة الإغاثة الأمريكية سامانترا باور عن استخدام الحكومة الإثيوبية الدعم الإنساني كوسائل حرب عار عن الصحة، لأن الحكومة الأمريكية ليست شريكا لإثيوبيا في الوقت الحالي. ودعا الكاتب الإثيوبيين أن يوحدوا صفوفهم لمقاومة العدو الداخلي والخارجي. قال مجلس المؤسسات الدينية الإثيوبي فرع الولايات المتحدة إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تظهر شراكتها من خلال دعم إثيوبيا من أجل إحلال السلام والتنمية في القرن الإفريقي، والتي تعتبر المنطقة الاستراتيجية المهمة. جاءت مطالب المجلس في رسالة بعث بها إلى وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة وبعض وسائل الإعلام الدولية التي تحتوي على القضايا الراهنة في البلاد. وقال المجلس في رسالته إنه من أجل فهم الأزمة الحالية في إثيوبيا من الضروري معرفة العملية السياسية في البلاد على مدار 30 عاما الماضية والأساليب المتبعة المختلفة الهادفة إلى خلق الصراع والانقسام بين الإثيوبيين خلال هذه السنوات. وقال المجلس في بيانه إن انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الممتلكات العامة وإرهاب الدولة والأعمال الإجرامية ارتكبت ضد أحزاب المعارضة والصحفيين والأفراد داخل الهيكل الحكومي الذي تقوده جبهة تحرير تيغراي. وأشار في البيان إلى أنه بعد الإطاحة بجبهة تحرير تيغراي داست الجبهة على مبادرات السلام وذهبت إلى الحرب. ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية وجه المجلس رسالة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية يطلب فيها الحكومة الأمريكية أن تكون محايدة في فهم الواقع على الأرض وتصحيح وجهات نظرها المتحيزة والامتناع عن ضغوط اقتصادية وسياسية لا تفيد البلدين. قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي إن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إلى رواندا وأوغندا كانت ناجحة من حيث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الدولتين. وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد مع قادة البلدين ناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد مع الدول وحل التحديات معا والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكر المتحدث أن إثيوبيا حليفة لرواندا وأوغندا وأن القادة لديهم تفاهمات واتفاقيات متبادلة بشأن المصالح المشتركة.
وأشار السفير دينا إلى أن الدول تتخذ مواقف مشتركة على المستوى الدولي والقاري بما في ذلك على مستوى الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء أبي أحمد تعزز العلاقات القوية القائمة. وفيما يتعلق بالموقف الأخير لبعض الدول الداعمة لإثيوبيا في مجلس الأمن الدولي، قال المتحدث إن الدول قد أكدت بحزم أن إثيوبيا لديها القدرة على حل تحدياتها الداخلية، كما شددوا على أن التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا لن يكون مفيدا للبلاد لحل التحديات التي تواجهها الآن، ويجب أن يدعم النهج الأمة وفقا لاحتياجاتها. وأشاد السفير دينا بمساهمة المغتربين الإثيوبيين وذوي الأصول الإثيوبية للأنشطة التي قاموا بها باستخدام منصات مختلفة، مما حقق أن الدبلوماسية التقليدية إلى جانب الدبلوماسية العامة يمكن أن تلعب دورا حاسما. تبرع موظفو شركة كوميرشال نومينس براتب شهر واحد لقوات الدفاع الوطني، وعرب الموظفون عن دعمهم لقوات الدفاع الوطني البطولية التي تعمل على تدمير الجماعة الإرهابية لجبهة تحرير تجراي وحماية سيادتها. وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم تقديم أكثر من نصف مليون بر لقوات الدفاع الوطني في الماضي، وقال أن 107 موظفين توجهوا إلى جبهات القتال بالانضمام إلى قوات الدفاع. وقال العقيد تلاهون تجين الجمعية ستواصل تعزيز دعمها بمختلف أشكالها. من جانبهم قال الموظفون إنهم سيؤدون واجبهم الوطني في تقديم أي دعم مطلوب حتى يتم القضاء على المجموعة الإرهابية والتوجه إلى جبهات القتال. أوضح رئيس إقليم غامبيلا أومد أوغلو بأن الأنشطة الإرهابية التي قامت بها أعضاء الجبهة الديمقراطية لتحرير تيغراي وجماعة شني في منطقة غامبيلا وضواحيها تم إحباطها من خلال الجهود المشتركة للشعب وقوات الأمن. وأشار إلى أنه ينبغي تعزيز تضافر الجهود لإحباط مؤامرات الإرهابيين من جماعة شني والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. جاء ذلك في اجتماع شارك فيه كبار المسؤولين في الإقليم للمناقشة حول الشؤون الجارية في الإقليم. من جانبه قال نائب رئيس الإقليم تانكواي غوك إن هناك حاجة إلى عملية مركزية عامة لإحباط مؤامرة الإرهابيين. وأعلن المكتب الإقليمي للسلام والأمن في حكومة إقليم غامبيلا يوم أمس عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إثر اشتباك وقع أمس في مدينة غامبيلا. أعلنت شركة سافاريكوم عن استعدادها لبدء عمليات خدمة الاتصالات في إثيوبيا بحلول عام 2022 وفقا لاتفاقية عقدتها مع الحكومة الإثيوبية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بيتر نينغوا في مباحثات أجراها مع وزير المالية إن الاستعدادات الجارية لبدء العمل في إثيوبيا، وأجرى وزير المالية أحمد شدي وزير الدولة أيوب تكالي محادثات مع وفد شركة سافاريكوم للاتصالات بقيادة الرئيس التنفيذي للشركة. وبحسب وزارة المالية فقد تركزت المناقشة على الأنشطة الاستثمارية الجارية في إثيوبيا. وقال بيتر نيلوغو الرئيس التنفيذي لشركة سافاريكوم إثيوبيا إن الشركة مستعدة للعمل مع الشركات المحلية الأخرى بما في ذلك إثيو تيلكوم لإطلاق الخدمة بأسرع وقت ممكن. وقال وزير المالية أحمد شدي إن الحكومة الإثيوبية ملتزمة بدعم شركة سافاريكوم لتحسين جودة خدمات الاتصالات وإمكانية الوصول. أعلن البنك الوطني الإثيوبي عن سياسة نقدية جديدة في محاولة للسيطرة على التدفق النقدي في الاقتصاد. وستعمل السياسة النقدية الجديدة على زيادة الاحتياطي من 5 إلى 10% في البنوك الإثيوبية اعتبارا من 11 سبتمبر 2021.
وسيطلب من البنوك تحويل 50% من ممتلكاتها من العملات الأجنبية إلى البنك الوطني وفقاً للسياسة الجديدة. كمية الأموال التي تقرضها البنوك من البنك الوطني لتلبية متطلبات الاحتياطي ستزيد أيضاً من 13% إلى 16%. وتم تعديل لائحة استخدام العملات الأجنبية التي يتم الحصول عليها من البنوك وفقاً للسياسة الجديدة. قال المدير العام لمركز إفريقيا للمعادن وعلوم الأرض ومقر دار السلام بتنزانيا حول العلاقات الإثيوبية الإثيوبية أن شعبي إثيوبيا والسودان هما شعب واحد يقسمهم الحدود الجغرافية. وجاء ذلك في مقابلة حصرية أجرته معه وكالة الأنباء الإثيوبية. وخلال المقابلة ذكر المدير العام أن التداخلات العرقية ما بين السودان وإثيوبيا نشأت عبر قرون، مشيرا أن شعبي البلدين لم يعرف الحدود السياسية، وهذه الحدود نشأت بعد العهد الاستعماري الأوروبي على أفريقيا. وحذر المدير العام من التدخلات الأجنبية التي تريد أن تضع بذور الفرقة ما بين الدول المتجاورة من أجل أجندة خارجية، مشددا على ضرورة الحلول السلمية وإن اختلفت الأيديولوجيات ونظم الحكم، لأن الشعوب باقية والحكومات متغيرة، مبينا بأن الجانب الإثيوبي لم يقصر في دعم الحكومة الحالية السودانية في تهيئة الأوضاع وتبادل المصالح، خاصة في قضية سد النهضة والاتفاق بين الحكومتين. كما ذكر المدير العام إبراهيم شداد أنه من المهم أن يكون لإثيوبيا دورها المشرف في تحقيق سلام السودان، حيث تدخلت في وقت سابق الدبلوماسية الإثيوبية برئاسة الحكومة الإثيوبية وساهمت في تهدئة الأوضاع في المكون المدني والعسكري في الحكومة الحالية. ودعا الدكتور إبراهيم شداد الحكومة السودانية إلى أن يبتعدوا عن أي أنشطة تدعو إلى بذر الشقاق داخل إثيوبيا بأي وسيلة كانت، لأن سلام إثيوبيا هو سلام السودان، وسلام السودان هو سلام إثيوبيا لمصلحة الشعبين الشقيقين. في ختام هذه النشرة إليكم تذكيراً لأبرز العناوين. رئيس مجلس نواب الشعب يعلن عن تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة في شهر أكتوبر القادم.